الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. مصادر تؤكد للميادين أن الجيش اللبناني شارف على الانتهاء من عملية فجر الجروح. والمقاومة والجيش السوري يحرران مزيدا من المرتفعات في القلمون الغربي. القوات العراقية والحشد الشعبي يبدأون عمليات دخول مدينة تل عفر ويحررون عددا من أحيائها. وفي تونس الشاهد يؤكد اقتراب موعد التعديل الوزاري في حكومته. أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بآخر تطورات عمليتي فجر الجرود وإن عدتم عدنا في جرود رأس بعلبك والقاع والقلمون الغربي. أفادت مصادر الميادين بأن الجيش اللبناني شارف على الانتهاء من عملية فجر الجرود. يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش اللبناني تحرير 100 كيلومتر مربع من أصل 120 يحتلها داعش في الجرود. وفي الإيجاز الصحفي لوزارة الدفاع أعلن العميد علي قانسو تحرير قرنة شعابة الوشل في جرود رأس بعلبك ومنطقة رأس الكاف التي تضم مغارة الكاف، أحد أهم مراكز داعش في المنطقة. بالإنجازات الميدانية دمرنا 9 مراكز إرهابيين بهالمنطقة تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. المساحة اللي سيطر عليها الجيش نتيجة العمليات حوالي 20 كيلومتر مربع. وبتبلغ المساحة المحررة منذ بدء معركة فجر الجرود والعمليات التمهيدية نحو 100 كيلومتر مربع من أصل 20 كيلومتر مربع. يعني المتبقي لنا بالعمليات العسكرية هو 20 كيلومتر مربع منطقة وادي مرطبيل. كمان الهندسة اشتغلت كثير اليوم إن كان شق طرقات ولا إزالة ألغام وفتح ثغرات، وهي عم تقوم بتفتيش البقعة المحررة وتنظيفها من الألغام والذخائر والأشياء المشبوهة وشق الطرقات جديدة. وهلا تستعد الوحدات الإيطالية لمتابعة تنفيذ عملية فجر الجرود والعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن. نرجع بنشدد نحن ضمن تعليمات قيادة الجيش على احترام قانون الدولي الإنساني تجاه الإيتام. ومن القاع شرق لبنان ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الرحمن عز الدين. يعطيك العافية عبد الرحمن. يعني منذ انطلاق العملية عبد الرحمن، منذ انطلاق العملية والناس كانت في الساحات تحتفل، فكيف الآن مع إعلان أن الجيش اللبناني شارف على انتهاء هذه العملية العسكرية؟ لا شك أنه ستزيد هذه الاحتفالات بالنصر. الأجواء معك نتابعها من القاع، تفضل. نعم علا، ما ان خرج العميد علي قانسو ليعلن عن تحرير الجيش اللبناني ل 100 كيلومتر مربع كان اهم راس الكاف، حتى انطلقت الاحتفالات هنا بساحه القاع. الناس تجمعوا كبارا وصغارا للاحتفال كما يقولون هنا بالنصر على الارهاب وعلى تنظيم داعش الذي عانوا منه الامرين خلال السنوات الماضيه. ولنطلع على الاجواء سنسال الموجودين هنا عن يعني مشاعرهم عن سبب هذا الاحتفال اليوم. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. ماذا تحتفلون اليوم بساحة القاع؟ نحن اليوم عم نحتفل بساحة القاع، عم نحتفل لأنه الجيش تغلب على الإرهابية وخلصت المعركة إلى 5 سنين مبلشة. نشكر كل من ساهم بهالمجال هيدا، إن كان من جيش ولا مقاومة ولا كل القوى الأمنية والسياسية اللي هي كانت ضلع أساسي بهيدا الموضوع لحتى خلصنا من الإرهابية. نحن هون متمسكين بأرضنا وباقيين بأرضنا، ورح نزرع بكل محل، كل شجرة رح نزرع عسكري. بيعطيكم ألف عافية. ورا كل كاميرا في عسكري، ورا كل ميكرو في عسكري، أنتم كمان عسكرية. يعطيكم ألف عافية ومشكرة. شكرا لك. نسأل أيضا علا، هنا الكثير من الآراء، نسأل الفتيات أيضا الذين تجمهروا هنا، لماذا ليش اليوم عم تتجمعوا بساحة القاع وتحتفلوا، وشو بتقولوا للجيش اللبناني بعد تحقيق هذا الانتصار؟ اليوم عم نحتفل بانتصار لكل لبنان من بعد ما صار لنا كذا سنة عم نعاني نحن من اغتصاب أرضنا وضياعنا وهذا التهديد المستمر. اليوم هذا النصر يعني شيء بكبر القلب. هيدي اللحظة صرنا زمان نحن ناطرينها،
وانا بدي اشكر كل نقطه دم نزلت لحتى هيدي الارض المغتصبه تتحرر. شكرا لك علا. كبارا وصغار تجمع هنا اهالي الاع، هنا نرى الاطفال الصغار ايضا لناخذ ارائهم. ليش اليوم عم تحتفل؟ انا اليوم عم بحتفل لانه اول شيء انتصر الجيش، وانه اول مره الجيش وفرحانين ومنتصرين. شكرا لك. نعم علا، كما رايت اجواء الاحتفالات هنا في بلدة القاع عارمة، فرحة كبيرة جدا بهذا الانتصار كما يقولون، خاصة انه بعد تحرير الكاف والمناطق الكاف والتوجه باتجاه التلال المحيطة بها تكون منطقة القاع وجرد قاع تتحرر بالكامل. نعم علا، يعني نعرف انه صعب الحديث ميدانيا الان في هكذا اجواء معك عبد الرحمن، والصورة والفرحة الان تستحق الوقت اكثر ربما من التفاصيل الميدانية. صحيح. التي اصبحت الان خلفنا تحديدا، يعني خاصة مع اقتراب الجيش من انهاء كل شيء، وشرفنا على شرفة المؤسسة العسكرية على نهاية هذه العملية. هذه الفرحة واضحة، لا يوجد أجمل من هكذا منظر، يعني والتفاف صغارا وكبارا حول المؤسسة العسكرية الضامن الواحد لاستقرار البلاد. كل الشكر لك عبد الرحمن عز الدين، طبعا نحن دائما معك، أنت دائما معنا أيضا من القاع لتوافينا بكل جديد، سواء فيما يتعلق بالميدانيات أم حتى بهذه الفرحة التي ترافق الأهالي فوق. كل الشكر لك عبد الرحمن عز الدين. تفاصيل المراحل الثلاث من معركة فجر الجرود في هذا العرض التالي لبيسان طرافة. أهلا بكم. بسرعة قياسية أحكم الجيش اللبناني سيطرته على مساحة واسعة من الأراضي والتلال والمرتفعات التي كان تنظيم داعش يحتلها في مناطق رأس بعلبك والقاع الجردية الممتدة على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية المحاذية للحدود السورية، معتمدا عدة خطط أبرزها القضم البطيء الذي مكنه من التقدم وإجبار المسلحين على التراجع إلى المنطقة الأكثر عمقا في الجرود، الدفاع والهجوم في آن واحد مكنه من التحكم في مسار المعركة، إضافة إلى أن التمهيد بالنار منذ ما قبل المعركة ساعده على التقدم، وأيضا حصوله على خريطة استعلامية تظهر أماكن انتشار داعش والمحاور والمعابر التي تؤدي إليها. المرحلة الأولى انطلقت فجر السبت الماضي وتضمنت التقدم على خط واسع يغطي كامل جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة عرسال، وقد سيطر الجيش على تلة المخيرمي وتلت ظهور الخنزير التي فتحت الباب أمام معركة فجر الجرود، سيطرة وفرت للجيش امتلاك قاعدة انطلاق واسعة وأمنت له حماية جميع محاور التقدم في المرحلة الثانية. هذه المرحلة بدأت بهجوم واسع النطاق على كافة المحاور، وتمكنت في خلالها الوحدات المتقدمة من السيطرة على عمق انتشار داعش في خربة داوود ووادي الخشن وأيضا في خربة التينة، كما جرت السيطرة بالنار على مراح درب العرب ودليل الخصيب. ومع انتهاء المرحلة الثانية نجح الجيش في تحرير 80 كيلو مترا مربعا كان يحتلها داعش منذ ما يقارب الثلاث سنوات. الجيش اللبناني اعتمد تقنية القتال الواسع والاستفادة من أسلحة الدعم والقصف الجوي والمدفعي وسلاح المدرعات، كما استفاد من العمليات التي نفذتها وحداته الخاصة على نقاط حيوية واستراتيجية لداعش. المرحلة الثالثة التي بدأها الجيش اللبناني تتلخص في المهاجمة المباشرة للنقطة الأكثر استراتيجية وتحصينا لداعش، وهي منطقة وادي الكاف وعقاب الكاف التي تعد الهدف الاستراتيجي الأول منذ اليوم الأول لانطلاق المعركة. وتكمن أهمية السيطرة على هذه المنطقة في أنها تؤدي إلى معبر وادي ميرا، حيث يتجمع غالبية عناصر داعش، وهو أيضا يمثل مثلثا حدوديا مشتركا بين جرود عرسال غربا ورأس بعلبك غرب سوريا نحو جرود قارة في الشمال الشرقي في المقرب الغربي لجرود القلمون، ما يعني أن ما بقي من مسلحي داعش أصبح بين فكي كماشة طرفاها من الغرب الجيش اللبناني ومن الشرق مقاتلو المقاومة والجيش السوري.
حررت المقاومة والجيش السوري شعبة صدر بيت بدران غرب تلة الموصل في القلمون الغربي ووادي شعبة حرفوش وشعبة البطيخ والمصطبة. كذلك حررت المقاومة والجيش السوري مرتفع عجلون الكبير على المحور الشمالي. مراسلنا أوضح أن هذا المرتفع يشرف على معبر سن فيخة ويصل البريج بجرود القاع، وقد نشر الإعلام الحربي مشاهد لهذه العملية. بدأت القوات العراقية المشتركة والحشد الشعبي عمليات اقتحام مدينة تل عفر ودخول حي الخضراء شرق تل عفر وأحياء على مداخلها. قوات الحشد حررت الحي العسكري شمال شرق تل عفر وقامت بتطهير المستوصف العسكري، كما حررت مركز تدريب لداعش شرق تل عفر. مراسل الميادين أفاد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي حرروا حي الكفاح بالكامل شمال غرب تل عفر، بالإضافة إلى ملا جاسم والحفيفة الجنوبية والشمالية. قائد عمليات قادمون يا تل عفر الفريق عبد الأمير يار الله أعلن تحرير قرية الخان غرب توم ومجارين وقرية الطينية جنوب المحلبية ورفع العلم العراقي فيها. تشير المعطيات من داخل تل عفر إلى فقدان داعش قدرته على وضع خطط المواجهة والتخطيط بعد مقتل عدد كبير من قياداته في الفترات الماضية، وهذا الأمر ينسحب على مختلف المجالس والهياكل الإدارية لداعش في تل عفر. أهلا بكم. يبدو داعش ضعيفا بتل عفر ويفقد قدرته في السيطرة، فالقيادة العسكرية تتبع لما يعرف بالمجلس العسكري. مهمته وضع الاستراتيجيات البعيدة والقصيرة داخل القضاء، وهو مكون من 9 أعضاء، 5 منهم من تل عفر. ديوان الجند بعد مقتل عدد كبير من مؤسسي هذا الديوان بات ضعيفا ويفقد القدرة على المبادرة وإمساك الأرض. مؤسسو الديوان من يسمون بالمجاهدين السابقين وأصحاب التاريخ في التنظيم. تخطيط العمليات العسكرية لداعش من اختصاص الضباط السابقين، وهم الوحيدون القادرون على المحافظة على التجانس بين القرارات اليومية والقرارات طويلة الأمد، وهذا بسبب دورهم في الانضباط العسكري. فقدان داعش العديد من هؤلاء الضباط أفقده وضوح الأهداف. الواقع الحالي لداعش يؤكد أن التنظيم فقد قدرته على تجنيد مقاتلين جدد. يعزى الأمر لخسرانه المعسكرات الخاصة بتدريب وإعداد الشباب، إضافة إلى تدمير معسكرات إعداد الأشبال وكتائب الانتحاريين الذين يعرفون بالانغماسيين. إعلام داعش بات مملا بسبب التكرار، ما أفقده الإثارة والقدرة على جذب المشاهد بواسطة عمليات مكررة وإن اختلفت أحداثها. وفي القاهرة بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض مع شيخ الأزهر أحمد الطيب تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وشدد الجانبان على ضرورة نبذ أفكار الانقسام والتطرف. الفياض وفي بيان له قال إنه بحث مع شيخ الأزهر ضرورة تعزيز السلم في المنطقة وتجنيبها أسباب الصراع والانقسام. شيخ الأزهر عبر من جانبه عن استعداده لتقديم المساعدة للعراق، مؤكدا أن الأزهر يعمل على مواجهة الأفكار المتطرفة. نعم والكون والتاريخ والأمجاد تحكينا،
إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العليا للمفاوضات أن ممثلي منصة موسكو رفضوا الإقرار بأي نص يشير إلى مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وبأن لا يكون له دور في السلطة الانتقالية. المكتب أشار إلى أن منصة موسكو طالبت بالإبقاء على دستور 2012 مع بعض التعديلات، وهو أمر لا يمكن للهيئة أن توافق عليه بحسب المكتب. كما قال أن هناك قدرا مهما من التفاهم بين وفد الهيئة ومجموعة القاهرة، غير أن تشدد مندوبي مجموعة موسكو أعاق الاستمرار في الجهود لضم ممثلين عن المجموعتين إلى وفد المفاوضات. عضو الهيئة العليا للمفاوضات أحمد العسراوي قال إن عدم توافق المعارضة السورية على تشكيل وفد موحد سيؤثر سلبا على جولة المفاوضات المقبلة، وأضاف في اتصال مع الميادين أنه من المستحيل وضع رحيل الرئيس بشار الأسد شرطا للمشاركة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الأبواب لم تغلق بعد أمام المشاورات. لم نستطع أن نصل إلى ما كنا نصب إليه من هذا الاجتماع، لكن ذلك لا يعني أن الطرق قد أغلقت وبأنه لا يمكننا الاستمرار في هذه القضية. وبالتالي عندما يقول البعض بأنه ترك الباب مفتوحا لمحادثات أخرى، هذا يبقى بقرار الجميع، وعلينا أن نعمل بإنجاز هذه المهمة. فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. تتواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين مقاتلين من حركة فتح والقوى المشتركة من جهة وعناصر متشددين من جهة ثانية. وكانت الاشتباكات قد تركزت في حي الطيري بعد فشل مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، وأدت إلى سقوط 4 قتلى وأكثر من 30 جريحا، فيما تستمر حركة نزوح المدنيين من المخيم. قال رئيس أساقفة سبسطيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا أن زيارته الأخيرة لدمشق استفزت الإسرائيليين، وهم منزعجون من الحضور الفلسطيني الوطني للدفاع عن القدس والمقدسات. المطران حنا أكد في اتصال مع الميادين عدم التخلي عن الانتماء والحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. نحن أبناء فلسطين، نحن أبناء القدس، نحن لسنا بضاعة مستوردة من هنا أو من هناك، نحن ننتمي إلى هذه الأرض، نحن أبناء هذه الأرض، نحن لسنا ضيوفا عند أحد. حقيقة زيارتنا لسوريا أزعجتهم، وهنالك أمور أخرى أزعجتهم. ردنا على ذلك هو أننا متمسكون بمواقفنا. نحن نعتقد بأن هذه التهديدات هي عبارة عن رسالة وعيد وتهديد لكل الشخصيات الدينية المسيحية والوطنية في مدينة القدس. هم منزعجون حقيقة من أن يكون هنالك موقف مسيحي وصوت مسيحي فلسطيني وطني. يريدوننا أن نتقوقع، يريدوننا أن ننعزل عن هواجس وتطلعات شعبنا الفلسطيني، وهذا لن يكون. يعود إلى الواجهة مجددا في تونس الجدل حول التعديل الوزاري المرتقب، لكن هذه المرة تحت عنوان الضرورة الاقتصادية، في وقت تستعد فيه البلاد لإعداد مشروع موازنة عام 2018 في ظرف اقتصادي دقيق وبوزير تصريف أعمال يشرف على حقيبتي المالية والاستثمار. عماد اشتارة. حسابات السياسة تستدعي التريث، ودقة الظرف الاقتصادي تفرض على رئيس الحكومة التعجيل في التعديل الحكومي لسد الشغور في 3 وزارات والإعداد الأمثل لمشروع موازنة السنة المقبلة بتعيين شخصيات في الحقائب الاقتصادية يشهد لها بالكفاءة، ولا سيما بعد قبول استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي والمالية وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة إلى مستوى تاريخي لا يغطي أكثر من 90 يوما من التوريد، وارتفاع مستوى المديونية وتراجع الترقيم السيادي لتونس. في الحقيقة المؤشرات الاقتصادية معروفة وهي مرتبطة بالصناديق الدولية، وهذا هو الخلل الأصلي فيما يتعلق بالموازنة المقبلة، فيما يتعلق بالإيرادات، فيما يتعلق بالميزان التجاري، فيما يتعلق بالأموال السائبة بشكل عام وفي الأملاك المصادرة، يعني التصرف الاقتصادي في المالية العمومية في تونس فيه مشكل كبير، انجلى كذلك في طبيعة هذا الوزير المقال والذي يصرف الأعمال الآن.
إلى الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، على الشاهد أن يعود إلى التشاور والتوافق حول طبيعة التعديل الحكومي وأهدافه، تشاور قد يضمن من خلاله نيل ثقة مجلس نواب الشعب، غير أنه قد يخشى إملاءات الأحزاب بشأن تركيبة الفريق الحكومي والخطوات المقبلة في الحرب على الفساد، وأيضا الحسم في المستقبل السياسي للشاهد في استحقاق عام 2019. يكون الشاهد في هذه الحالة واقعا تحت ضغط الحركتان الأساسيتان في الإطار الحزبي التونسي، وأعني بذلك حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس، اللتان ستفرضان شروطهما على الشاهد إن تم الاتجاه نحو إعادة تشكيل الحكومة وتطعيمها بوجوه من التكنوقراط. سيناريوهات عديدة يجري تداولها في الكواليس، ما يعني أن الوضع السياسي مقبل على تحولات قد يفرضها الوضع الاقتصادي والحسابات السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. رغم دقة الظرف الاقتصادي وما يتطلبه من التفاف لكل القوى الوطنية لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والمضي قدما في الحرب على الفساد، تطغى المصالح الحزبية الضيقة بحسب مراقبين في تقدير أولويات المرحلة وتحديد الخيارات. عماد شتارة، تونس، الميادين. يبقى معنا الزميل عماد شتارة مراسل الميادين من تونس للحديث عن هذا التعديل الوزاري. يعني عماد، لماذا هناك الآن حديث عن ضرورة لإجراء هذا التعديل الوزاري، ولماذا هناك أصوات يعني نوعا ما معارضة له؟ في البداية اسمحي لي بأن أتوجه بالتحية إلى لبنان مقاومة وجيشا وشعبا على ما يحققه من انتصارات في دحر الإرهاب. شكرا. التعديل الوزاري المرتقب يجري الحديث عن وجود شغورات في ثلاث مناصب وزارية، وبأن في وضع دقيق اقتصاديا تعرف فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، الوزير الذي يشرف على حقيبتين وزاريتين هامتين هو وزير تصريف أعمال تلاحقه تهمة فساد ومطالب بالمثول أمام القضاء. اليوم على الجميع أن يعي أن تونس في أسوأ حالة اقتصادية منذ استقلالها، وضرورة الذهاب للبحث عن كفاءات وطنية تقدر الظرف وتبحث عن اتخاذ إجراءات ربما تساهم في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، إجراءات تدفع الاستثمار، تعدل الميزان التجاري، تحد من الواردات التي تثقل. هي ستخرج البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية أم ربما، يعني حديثك لا يوجد فيه جزم، هي هذه التعديلات نتيجتها أنه تخرج البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية أم ربما نعم ربما لا؟ ضرورة اتخاذ الإجراءات، نتائج الإجراءات لا تكون وقتية أو حينية وإنما تأتي بعد فترة معينة، لكن لابد من تصحيح بوصلة الاقتصاد. هناك إجماع على أن التصرف في الشأن الاقتصادي لم يكن حكيما منذ الثورة إلى اليوم، ولابد من تصحيح البوصلة والبحث عن كفاءات عالية وطنية، ولا ليس بالضرورة أن تكون كفاءات حزبية. رئيس الحكومة أقر اليوم علنا بأنه حان وقت التعديل الوزاري، وحينما تكون هناك تركيبة جاهزة سيتم الإعلان عنها. هذا التصريح يكشف بأن هناك مشاورات جارية حاليا وبدأت منذ فترة، إذا ما اعتمدنا على تصريح سابق من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أقر بوجود مشاورات بين المنظمة الشغيلة والحكومة في هذا الاتجاه. ما يخشى منه يوسف الشاهد في المرحلة القادمة هو إملاءات الأحزاب. هناك حديث في الكواليس عن فتور في العلاقة بين رئيس الحكومة وحزبه حزب نداء تونس. هناك تخوفات في الكواليس من شعبية الشاهد وطموحه السياسي، خصوصا بعدما أعلن حملته الشهيرة على الفساد. رئيس حركة النهضة طلب منه صراحة وعلنا بأن يعلن عدم نيته الترشح في انتخابات 2019 وأن يتنازل عن حقه الدستوري. هناك يعني الآن عدة سيناريوهات مطروحة في الكواليس. هل سيذهب الشاهد إلى تقديم تنازل بعدم الترشح في 2019 من أجل أن يذهب بإصلاح الوضع الاقتصادي، أم أن التجاذبات والحسابات السياسية، الطموح السياسي لرئيس الحكومة من جهة، وتخوفات ربما حركتا النهضة ونداء تونس من طموحه
والحسابات للاستحقاق الانتخابي القادم، هذا كله يحكم المشهد اليوم. إذا ما أضفنا إليه ربما عدم وجود تجانس بين أحزاب الائتلاف الحاكم، صحيح. هناك يعني انتقادات كبيرة موجهة إلى حزب آفاق الذي يعمل وينشط بساق في الحكومة وأخرى في المعارضة، قد يخرج ربما حزب آفاق من الائتلاف السياسي الحاكم في أي تعديل، خصوصا وأن وزير البيئة من حزب آفاق يعني هناك تقريبا شبه إجماع على أنه سيغادر التركيبة الحكومية. كل الشكر لك عماد شتارة مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من تونس. أغلق معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس من الجهتين على أثر وقفة احتجاجية نظمها أهالي منطقة بن غردان للمطالبة برفع الرسوم التي تفرضها السلطات الليبية للتضييق على أعمالهم التجارية. وقد منع أهالي منطقة بن غردان المسافرين من الجانبين من التنقل بين البلدين باستثناء في الحالات الإنسانية، هذا وتسيطر حالة من الاحتقان على الوضع في بن غردان التي يعتمد أهلها على ليبيا في تجارتهم بسبب افتقاد المنطقة لبدائل تنموية. تذكير بعناوين هذه النشرة. مصادر تؤكد للميادين أن الجيش اللبناني شارف على الانتهاء من عملية فجر الجبهة. والمقاومة والجيش السوري يحرران مزيدا من المرتفعات في القلمون الغربي. القوات العراقية والحشد الشعبي يبدأون عمليات دخول مدينة تل عفر ويحررون عددا من أحيائها. وفي تونس الشاهد يؤكد اقتراب موعد التعديل الوزاري في حكومته. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.